الأصل في اللحوم، واللحوم جمع لحم، وهو ما كان بين العظم والجلد من الأنسجة، الأصل فيها التحريم. ودليل ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فلم يأذن الله جل وعلا بالأكل مطلقا، بل قيد ذلك بذكر الله، بذكر اسمه جل وعلا. وقد يقول قائل: من حيث أجناس اللحوم، هل الأصل فيها التحريم أو الإباحة؟ الأصل في أجناس اللحوم الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي علي محرما، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالله تعالى نفى التحريم، أمر رسوله أن يبلغ أنه ليس ثمة ما يجده محرما من المأكولات من اللحوم إلا ما جاء به النص، وهو ما ذكرته هذه الآية. لكن تلك المباحات لا تحل إلا بالطريق الشرعي، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.